بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فانتهينا يوم أمس إلى مسألة من المسائل التي تتعلق بالصلاة، ومن الناس من قد يغفل عنها ويتساهل فيها، ألا وهي مسألة تأخير الصلاة عن وقتها. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا مواقيت الصلاة، وبينها له جبريل، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. جاء رجل يسأل عن مواقيت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد معنا صلاتنا. فشهد معهم الصلاة في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، فقال: أوقات الصلاة فيما بين هذين، يعني أن وقت الظهر له أول إذا زالت الشمس، ويدوم إلى أن يصير ظل الشيء مثله، فإذا زاد شيئاً دخل وقت العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، هذا وقت الاختيار، وبعد أن يصير ظل الشيء مثليه إلى غروب الشمس، هذا وقت الضرورة أصحاب الحاجات. فإذا غربت الشمس هذا وقت المغرب، ويظل ما دام الشفق الأحمر أي الحمرة في جهة المغرب، فما دام باقية في وقت المغرب باقي، إذا زالت الحمرة فذهب وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ويظل يبقى وقت العشاء إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، بعد نصف الليل إلى الفجر وقت الضرورة أي أصحاب الحاجات والآثار، وإذا طلع الفجر هذا أول وقت صلاة الفجر إلى انتشار البياض، هذا وقت الاختيار، وإذا انتشر البياض إلى طلوع الشمس هذا وقت أصحاب الضرورات وأصحاب الآثار ومن له سبب يحمله على التأخر ولا يستطيع معه القيام بالصلاة. فإذا الصلاة لها وقت معلوم، والله جل وعلا ذكر كما قلت: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا، مؤقتا له تأقيت له وقت، فلا يجوز أن تصلي قبل الوقت ولا يجوز أن تصلي بعد الوقت، كما أن الظهر لا تصليها الساعة 11 أو 10 نهاراً، فكذلك لا يجوز أن تؤخرها عن وقتها الذي هو ما بين الزوال إلى ظل الشيء مثله، كما لا يجوز أن تصلي العصر قبل وقتها، لا يجوز صلاتها بعد وقتها، ولا يجوز تصلي المغرب قبل غروب الشمس، فإذا لا تؤخرها عن وقتها، وهكذا في صلاة العشاء، وهكذا في صلاة الصبح. ولذلك وجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، وذلك من أحب الأعمال إلى الله، كما في حديث ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. وجاء في حديث عن بعض الصحابيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال وأفضل الأعمال الصلاة في أول الوقت. ولهذا فالأفضل ما تؤدى الصلاة أول الوقت، إلا لمن يحضر الجماعة، فقد تتأخر الجماعة عن أول الوقت، أول الأذان تتأخر بعشر دقائق أو ربع ساعة أو ربما أكثر، فهذا ما دام يحضر الجماعة فالجماعة مع تأخر شيء من الوقت اليسير أولى. وسيأتي الكلام على حكم صلاة الجماعة. وإلا في مسألة الإبراد،
قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. وهذا في المناطق التي تشتد فيه الحرارة كجنوب البلاد وغيرها بالنسبة لنا، فهنا يشرع لهم الإبراد. ما هو الإبراد؟ إذا اشتدت حرارة الظهر جاز تأخير الصلاة حتى تذهب تلك الحرارة، تلك شدة الحرارة، وينتشر شيء من البرودة ويكون فيه نسمة ويصلون الظهر ولو كانت قريبة من العصر، وهذا من تيسير الشريعة. وأما غير هذا فالواجب أداء الصلاة أول الوقت، فمن كان دخل عليه وقت الصلاة لزمه أن يبادر، أو من الأفضل أن يبادر إلى الصلاة في أول الوقت فهو أفضل، وله الاتساع والاختيار في كل وقت الصلاة، لكن المبادرة أولى. إذن فالصلاة لها وقتها، لا بد من إيقاع الصلاة في وقتها الذي حدده الشرع، ولا يمكن أن تعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، لا يمكن عبادة الله عز وجل إلا بما شرع، فلا يجوز أداء صلاة الظهر وقت العصر، والعصر وقت الظهر، والفجر وقت الضحى، والعشاء وقت الصبح، والمغرب وقت العشاء، والعصر وقت المغرب أو وقت العشاء، أو كما يفعل بعضهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها بعد العشاء، هذا من التساهل والتهاون والتكاسل في أداء الصلاة وفي معرفة قدر الصلاة. ولذلك قدمنا على هذه المسألة ما يتعلق بفضل الصلاة وقدر الصلاة وقيمتها وقيمتها في الإسلام، وحكم تارك الصلاة وما هو حكمه والعقوبة التي يتعرض لها، وهذه العقوبة متى يستحقها لترك صلاة واحدة أو أكثر. قدمنا هذه المسائل حتى نعرف حقيقة الصلاة وقدر الصلاة، وأنها من أعظم الأعمال وأحب الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى الصلاة. ولهذا كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، كان عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه يوصي كما جاء في الحديث قبل موته بخمس أو ثلاث: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة، على يعني إلزموا وعليكم واهتموا ولازموا الصلاة تعظيما لها. ولما في آخر يوم توفي صلى الله عليه وسلم ويوم الاثنين، فصبيحته أو في إحدى صلاتي العشي أو في إحدى صلوات الجماعة كشف الستر، وإذا بالصحابة يصلون جماعة، فسر وجهه أي استنار وظهر عليه الفرح لما رآه من اهتمام المسلمين بيوم الصلاة وعنايتهم بها وقيامهم بها في وقتها وجماعتها، وهي من أعظم العبادات. فالذي جاء لإقامته صلى الله عليه وسلم رآه بعينيه تقوم به أمته عليه الصلاة والسلام. إذن فالمسألة التي تطرح: هل تقبل صلاة الليل بالنهار، وهل تقبل صلاة النهار بالليل؟ في وصية لأبي بكر الصديق صحح بعض أهل العلم إسنادها، وقالوا أنها كانت موجهة للصحابة ولا يعلم لهم مخالف، فكان مما ذكره في وصيته: اعلموا أن بالنهار أعمال لا تقبل بالليل، وبالليل أعمال لا تقبل بالنهار. عليك في النهار عمل لا يقبل إذا أخرته إلى الليل، وعليك في الليل عمل لا يقبل منك إذا أخرته إلى النهار. ويدخل في ذلك الصلاة، ويدخل في ذلك الصلاة، ولذلك فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. فإن أخرها لا لعذر شرعي، هل تقبل أو لا؟ قبل ذلك نقول: هناك أعذار شرعية يقبل منه ممن وقع فيها تأخيره للصلاة، النساء يعني الرجال يطالبون بحقوق الرجال، لو تخلونا نسمع الله أطرافهم.
يعني دائما أقول النساء الصمت يعني ما أظن لها أزمن شوش حتى أقول الرجال سكت شوية. المسجد لذكر الله، المسجد يرفع ذكر الله جل وعلا فيه، تدخل المرأة السلام بينها وبين اللي قدامها، ما تسمع ولا شيء، صلي ركعتين تجلس، هذا حتى يكون هذا التشويش هذا ما يصلح، لا يصلح. نعم، قلنا فهناك أعذار شرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ثم قال قرأ قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. من نام عن صلاة، إنسان نام ولم يستيقظ من غير تعمد ولا عادة ولا إهمال، ويأتي ينام حتى ينفخ وبعدين يقول يعني فوت الصلاة، لا، لا بد من أخذ الاحتياط ولا بد من التجهز للصلاة فلا يفوتها وتكون له عادة ويظن أنه معذور. لا بد من أن يعرف للصلاة قيمتها، وإذا لم تكن لك اهتمام بأمر الصلاة فمتى يكون، فما الذي تهتم به؟ ولذلك ننبه هنا، كثير من الناس يبرم ويبرم ويعقد أمورا من الأعمال غير مكترث وغير مهتم وغير معتبر لوقت الصلاة. قالوا كيف تلاقى؟ تلاقى وحدة 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 في خمسة، تلاقى وحدة في خمسة صلاة الظهر، يعني ما 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 في بالك صلاة الظهر إلا إذا كان أعذار طارئة، هذا أمر واضح. لكن في كل أمل لا ينتبه الإنسان لوقت الصلاة ويزن الصلاة بميزانها، هذا يدل على عدم الاهتمام بالصلاة. فالأوقات الصلوات تضبط، والأعمال والأشغال لا تجعل على حساب الصلاة، بل يعرف للصلاة وقتها، يعرف للصلاة وقتها، وعلى أوقات الصلاة وفقها تبرم الأعمال واللقاءات والاتفاقات. وعند الضرورة، عند التعذر، الأمر في ذلك واضح ولا إشكال. فينبغي أن ينتبه الإنسان لهذا إذا نام، وأن يتجهز للصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هديه وفي صلاة في الصلاة قال: المغرب إذا وجبت، والعشاء، وكان يستحب تأخير العشاء، وكان يكره الحديث بعدها والنوم قبلها. النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن ينام قبل العشاء لأنه قد يفوت صلاة العشاء، ويكره الحديث السهر بعد العشاء لأنه يفوت، قد يفوت صلاة الفجر على نفسه، قد يفوت صلاة الفجر على نفسه. إذن من الأعذار: من نام عن صلاة أو نسيها. إذا نام ولم يستيقظ فله عذر، يصليها متى استيقظ. وجاء